هذه جولة في سوق الفواكه في مصر، يعني فيه فواكه صراحة أول مرة تشوفها، خاصة المانجا والشوافة. لا نصيح خلاص في حاجة في الأداء مش عجبك قول. لا هذه جوافة. وهذه ايش اسمها؟ كوكا. اوكي. وهذه الخضرة ايه؟ الخضرة الأخرى هذه قشطة. قشطة انت بتقولوا عليها عمود. هاي القشطة. وهذا وش اسمه الأحمر؟ بلح. هذا بلح. بلح ثم. دقيقة بعتبرك الصورة في ال مليح. هذه المانجا اللذيذة.